الكريمة اللباني أو كريمة هالة للطهي أو بديل الكريمة، لتر لبن، معلقتين كبار دقيق، كوباية قشطة بلدي اللي هي بتاعت وش اللبن. ما ينفعش القشطة بتاعت العلب، قشطة الشركات ما تنفعش معانا في الوصفة دي، إن هي ما فيهاش نسبة دهون. إحنا عايزين نسبة الدهون بتاعت اللبن، فبتبقى موجودة في القشطة البلدي أو وش اللبن اللي بتجمعيه. يبقى لتر لبن، معلقتين كبار دقيق، وكوباية من القشطة البلدي. بس كده، بس كده، هي دي مقادير بديل الكريمة. بسم الله، لتر لبن أهو في الحلة، ولتر اللبن ده هحط فيه معلقتين كبار دقيق. نجيب معلقة كبيرة، تعالوا معايا، ادي معلقة كبيرة هرمية كده مليانة في الدقيق، في اللبن، وادي معلقة تانية. خلاص كده، يبقى لتر اللبن حطيت عليه على البارد بعيد عن النار معلقتين كبار دقيق، وهقلب ادوب اللبن كده، وهاخد الحلة على النار تغلي معايا علشان اخلي الدقيق يستوي، ودي اهم حاجة معايا كده. اقعد كل شوية اروح كده عند الحلة، اروح مدية تقليبة الدقيق باللبن، ما حطيتش القشطة، القشطة جنبي اهي، خليتها برة، مش هتتحط دلوقتي خالص، ومش هتتحط واللبن ودقيق على النار. خلاص، ادي اول خطوة في الكريمة. وبعدين خدته على النار، بصوا بقى القوام ده غلي معايا كده، دي استوى، هروح واخداه كده شايلاه بعيد، بسم الله كده، وهنزل بالقشطه اهي، حته القشطه بتاعه وش اللبن، واخليها تدوب في السخونيه بتاعه اللبن والدقيق كده. انا عملت كريمه لباني طبيعيه، هسيبها دلوقتي شويه كده تدوب، وبعدين نرجع لها تاني. اللي عملتها وسبتها بردت، استعمليها بعد ما تكون بردت، واروح نازله بيها كده. شايفين قوامها عامل ازاي، وشايفين نسبة الدهون بتاعتها زي الكريمة الجاهزة، واحسن ازاي كده بالشكل ده.